نقول بسم الله كده، عايزين نعمل مثال كده يكون يعني الى حد ما. هعمل مثلا ستايل شيت كده دوت سي اس اس. انا عايز بقى اظبط يعني استخدم شويه امكانيات كده واجمعها في الاكزامبل ده قدر المستطاع. هاجي اقول له البادي ده كده سي اس اس فايل، لما يكون جوه البادي كده كده سام كده الحاجات اللي جوه البادي. ايه هي اسم اللي جوه البادي؟ كنت ممكن اقول اتش 1، لو قلت اتش 1 كده معناها الاتش 1 اللي جوه، لكن لو اتش 1 جواها حاجه ثانيه لا، او اتش 1 جوه تيبل لا، يعني لازم يكون اتش 1 تحت الايه؟ تحت البادي. او ممكن اقول له كده فمعناها اي حاجه جوه البادي، اي تاج جوه البادي هتعمل فيه ايه؟ قلت له فلوت ليفت، يعني هو هيبقى عند الليفت خلاص، واللي يجي بعد يجي ايه؟ يمينه. دي معنى يعني اي حاجه تتحط، صوره، جدول، اي بيانات حط على الشمال، واي حاجه تيجي يمينها، اي حاجه تيجي ايه؟ تيجي يمينها، بس هي تبقى على الشمال، واي حاجه تيجي يمينها. دي معنى ايه؟ معنى فلوت ليفت. اقوم جاي عامل تيبل واقول له التيبل ده، التيبل اللي عندنا دوت، هقول له عايزين نعمل له بوردر داش ستايل دبل. يعني ايه؟ يعني الجدول اللي هنرسم جدول في البتاع ده يطلع خطه خطين، خطه دبل، خطه خطين، خلاص كده. و وممكن اقول له مارجن ليفت، يعني الهامش اللي من على الشمال. ما هو طبيعي احنا كده خلاص عملنا اي حاجه على الشمال، واللي يجي جنبيها على اليمين، فانا عايز ابعدها عن الحاجه اللي هتبقى على الشمال بعد جنبيها، فاقول له مارجن مثلا 20 بكسل مثلا، ماشي؟ يعني عايزه يبقى ايه؟ دايما الطرف الشمال بتاعه فيه 20 بكسل كده، عشان لو في حاجه قبليه ما يلزقش ايه؟ ما يلزقش فيه. خلاص كده؟ ده تيبل. ممكن تي اتش وتي دي اللي هي الخليه جوه الجدول، خليه اي خليه جوه الايه؟ جوه الجدول. ممكن برضه احط لها مجموعه من الخصائص زي بادنج، والبادنج دي يعني المسافه بين الخليه والخليه، هيبقى في توسيع، يعني ما تبقاش الخلايا لازقه ببعض، يبقى في توسيع كده ما بين الخليه والخليه. الوسع ده يبقى مقدار 4 بكسل، مقدار ايه؟ مقدار 4 بكسل. وممكن التي اتش بطبيعته التي اتش بيبقى بولد، هو تي دي، تي دي زي التي اتش، بس التي اتش بتبقى بولد وبتبقى في النص، صح؟ اما التي دي فهي كلام عادي، وبيبقى من على الليفت، يعني بيبدا من على الليفت لو انت انجليزي وكلام عادي. فممكن اغير اقول التي اتش، اي تي اتش تقابلك انا عارف ان هي بولد وفي السنتر، بس انا عايز اظبط التكست اونلاين هيبقى بولد زي ما هو، بس ما يبقاش في السنتر، عايزه يبقى ليفت عادي، عايزه يبقى ليفت ايه؟ عايزه يبقى او رايت مثلا، او زي ما انا عايز. ممكن نخليها رايت للتغيير بس مش اكتر. انا بحاول طبعا يعني ايه ادلعك شويه في ملف سي اس اس، وادلعك شويه في ملف جافا سكريبت على وحده، وبعدين اركب لك الشغل بحيث يعني يبقى عملنا اكزامبل كده يعني يعني طبقا للطبيعي، ما بنكتبش كله طخ بوم جوه بعض، يعني ده الطبيعي. خلاص ده تي اتش. بعد كده اي انبوت عندي في الصفحه، سواء كان تكست بوكس بقى، كان زرار، اي حاجه من الحاجات دي، هعمل له برضو ستايل. ايه هو الستايل ده؟ هدي له بوردر وبيساوي، في عندي للبوردر حاجات كتير، من ضمن الحاجات حاجه اسمها ثين. ثين يعني ايه؟ بوردر خفيف، بوردر خفيف، في ثين وفي ثيك، ثيك تقيل، خلاص. قلت له ايه؟ بوردر ثين، بوردر خفيف كده، خلاص. ممكن اقول له ثين ويبقى ايه بقى؟ يعني منقط ولا مشرط ولا خطوط ولا، فاقول له سوليد. يعني ايه سوليد؟ سوليد يعني خط عادي، خلاص. يعني خط فلات عادي، خط فلات، ولا محفور ولا دبل ولا منقط ولا مشرط، ولا خط عادي فلات، خلاص كده. دي معنى كلمه ايه؟ معنى كلمه سوليد. وممكن مسافه، واحدد اللون، ممكن احدد اللون
فاقول له مثلا بلو خلاص، يبقى البوردر ثن خفيف وخط عادي ولونه ازرق، ولونه ايه؟ ولونه ازرق. كلام جميل. وممكن ادي له بادنج عشان يبعد عن اللي جنبه خلاص، مثلا بمقدار 2 بيكسل 4 بيكسل زي ما انا عايز. حلو كده، كلام جميل. ده اي انبوت عندي. طب ليبل، في عندنا حاجه اسمها ليبل. الليبل ده برضه هديله شويه خصائص، ماشي. هقول له ان لاين بلوك، حاجه اسمها لاين بلوك. يعني ايه لاين بلوك؟ دي طريقة العرض، الديسبلاي، معلش اسمها الديسبلاي، بتساوي اللاين بلوك. البلوك بيبقى عباره عن قطعه كده يا شباب، ماشي، قطعه. لما اقول لاي حاجه ان الديسبلاي بتاعتك عباره عن بلوك، معناه انه بياخد قطعه والمفروض ما فيش حاجه تبقى جنبه، بلوك على بعض، هو بلوك منفصل خلاص. اما اقول له اللاين بلوك، يعني بلوك ممكن يجي على نفس السطر، عشان الليبل اوتوماتيك انا عايز احطه قدامه مثلا ايه، تكست ولا حاجه، فعايز اونلاين بلوك. اللاين ايه؟ اللاين بلوك. خلاص كده، ده نوع من انواع البلوكس. يعني في بلوك كتير. وتكست اللاين ممكن اخلي تكست اللاين اخليها رايت ليفت، ما خلينا رايت، خليها ايه، خليها ماشين رايت، بحيث يبقى محاذاه كده، يعني الطرف الاخير محاذاه كده على اليمين، ماشي. ده الليبل. هاجي اقول له بعد كده هنزود اخر حاجه، اي اي دي عندي، اي اي دي عندي هنسميه مثلا، او طبعا عايز اتكلم اي دي ببدا بهاش، هسميه مثلا كاونت مسج اللي هو بتاع العداد. انا هعمل حاجه كده عداد عشان يقول لي كم ايتم متسجل دلوقتي، اللي هو اللينس يعني، خلاص. فكده معناها ان اي كاونت مسج، اي حاجه الاي دي بتاعها اسمه كاونت ايه، كاونت مسج، او اي واي حاجه اسمها مثلا باتنز، واي حاجه اسمها باتنز برضه خلاص. الاي دي بتاعها كده كلمه باتنز او كاونت مسج، هتعمل فيها ايه يا عمي؟ قلت له كل اللي انا هعمله فيها او اللي عايزه، عايز المارجن، الهوامش اللي من عند الطرف الشمال تبقى مثلا وليكن 25 بيكسل مثلا خلاص، يعني عايز هامش من ناحيه الشمال كبير خلاص، سيمي كولون. وممكن اظبط له كمان الهامش اللي من فوق والهامش اللي من تحت وكده، فممكن اقول له مارجن توب برضه هيبقى مثلا، بس مش هيبقى بالحجم بتاع، مثلا نخليه 10 بيكسل كوما والمارجن باتم، ومن تحت هيبقى الهامش مثلا 10 بيكسل مثلا. وظبطنا شويه خصائص ملف ستايل شيت كده على جنب، ماشي. هاجي في ملف الاندكس بتاعي استدعي مين؟ الستايل ده بيستدعيه ازاي؟ فاكرين؟ اقول له لينك، صح؟ ايه؟ ريليتيف على ايه؟ ستايل شيت، صح؟ و التايب تكست على سي اس اس، وهايبر ريفرنس وادي له الايه؟ الفايل اللي هو ستايل دوت سي اس اس. كده ربطته بالشغل بتاعي، كلام جميل. ادي اول حاجه. تاني حاجه، تعالى نروح على الشاشه بتاعتنا نشتغل فيها الديزاين، وبعد كده نكتب كود الجافا سكريبت. ادي البادي بتاعي. هاجي هنا في البادي ومعامل اول حاجه دفايه، احط فيها الشغل بتاعي. الدفايه ديت كل اللي هحطه فيها هعمل في الاول ليبل، خلاص. الليبل دوت هكتب فيه كلمه كي ونقطتين فوق بعض، خلاص. ده الكي بتاعي، واقوم جاي بعديه على طول عامل انبوت. التايب عباره عن الانبوت ده عباره عن هنسميه تايب تكست،
عادي، هدي له اي دي، الاي دي هنسميه كي خلاص، وهعمل بليس هولدر. عارفين البليس هولدر؟ البليس هولدر ده اللي هو كلام مكتوب جوه، الكلام بلون لون رمادي مكتوب جوه التكست بوكس. اقول له مثلا انتر ايه؟ عشان يعرف ان هو طبعا يعني بنستخدمها البليس هولدر بنستخدمها كتير احسن من الليبل، عشان ان احنا في الشاشات اللي بتاعت الموبايل وكلام ده بتبقى شاشه صغيره، مفيش مكان نعمل ليبل ونحطه جنبيه البتاع بتاعه، خلاص هو على التكست بوكس مكان ما هو بيكتب وخلاص قدر الامكان يعني. المهم كتبنا فيها ايه؟ انتر كي، وقفلنا وكله تمام. ده كده على بعضه ممكن نعملهم دول كلهم جوه ديفاي لوحديه ماشي، واعمل ديفاي ثانيه للفاليو. حلو، يبقى هنسميها ايه؟ فاليو والتايب تكست، بس الاي دي بتاعها هيبقى كلمه ايه؟ فاليو انتر وانتر فاليو. وقام عامل ديفاي كمان هديها اي دي اسميها باتنز. طب مثلا الباتنز اللي هيحصل ها الباتنز كنا عاملين لها بقى هامش من على الشمال كبير شويه، وفي هامش من فوق وهامش من ايه من تحت، يعني هتبقى كده حواليها مش حاجه تلزق جنب الزرار، يعني الزرار تاخد وسع حواليها وبالذات الطرف الشمالي. طبعا انا اقصد ان لسه ما حطيناش الحاجه، يعني انتر داتا انتر كي اهي وادي انتر فاليو ماشي. على العموم طبعا هي مش متنسقه قوي، يعني المفروض كان التكست بوكس ده يبقى تحت التكست بوكس، ده كان ده لو حطيناها جوه تيبل بقى، لو ظبطناها جوه ايه؟ جوه تيبل هتطلع معانا، هتظبط معانا الاداء يعني. مش مشكله خلينا ماشيين كده الاول، وبعد كده نظبطها زي ما احنا عايزين. ده الباتنز هنعمل فيه باتن، ممكن نكتب باتن، ممكن انبوت تايب باتن، يعني ممكن نكتب كده انبوت تايب، بس مش عايز اعمل انبوت عشان ما ياخدش نفس الخصائص بتاعه اللي احنا عاملينها للباتن. يعني لو جيت بصيت كده هتلاقي ان في اطار هنا اهو سوليد ازرق صح؟ انا مش عايز الكلام ده يظهر في الزرار، فاشتغلت بالزرار اللي هو ايه اللي احنا سميناه باتن وخلاص. والاي دي بتاعه هديله ايه؟ كلمه اد، ما بين باتن وسلاش باتن هكتب كلمه اد، فتظهر كلمه ايه؟ كلمه اد. وعايز زرار تاني اسميه كلير، تظهر كلمة كليرز خلاص كده. حلو، وبعدين دي ديفاي خلصنا منها. في الاخر خالص هعمل باراجراف اديله الاي دي بتاعه اسميه كاونت مسج صح، اللي احنا عملنا له برضه شغل كاونت مسج، مش فاكر كاونت مسج كنا عاملين له ايه في الستايل، كنا مدين له برضه هوامش بس توزيعه برضه ان هو يبقى حواليه فاضي شويه ولا حاجه. معلش انا دوست هنا غلط، انا كنت عايز ادوس هنا ماشي. فكل اللي هكتبه فيه مثلا زرار كذا ايتم، يعني انا عايز اقول هو كام ايتم موجود معايا ماشي. زرار مثلا 5 ايتمز مثلا في العداد اللي انا هبقى اشتغل عليه، فممكن جوه الباراجراف يعني هو المفروض اكتب هنا ايتمز، بس هنا عايز اكتب العدد ها، فممكن احط هنا سبان، احط حاجه اسمها ايه؟ عارفين السبان طبعا زي الديفاي، مش مستحب نحط الديفاي جوه الباراجراف، لا مش مستحب، المفروض الديفاي دايما بتبقى بكونتينر يعني، فطالما دي نعملها سبان وخلاص، واديها اي دي، الاي دي بتاعها هيبقى هنسميه كاونت. ليه؟ عشان الجافا سكريبت هترمي جواه، عشان الجافا سكريبت هترمي جواه. مبدئيا ممكن نحط زيرو، مبدئيا ممكن نحط ايه؟ زيرو لغايه لما الجافا سكريبت تبقى تغير، لغايه ما الجافا سكريبت بتاعتي تبدا تغير. حلو، بعد الباراجراف ده الجميل ده عايز اعمل جدول، بحيث لما اجي اضيف الجدول ده يعرض لي اوتوماتيك البيانات اللي انا عمال ايه؟ عمال اضيفها معايا كده؟
يعني رد البيانات اللي انا عمال ايه ده انا عايز اضيفه. فاقول لهم هعمل تيبل والتيبل ده ادي له اي دي عشان ابقى نادي عليه وليكن اسميه داتا ادي بتاع البيانات واعمل له بوردر وليكن 1 خلاص ادي تيبل سلاش تيبل. فبين تيبل سلاش تيبل هعمل العنوان بس الاساسي تي ار الاولانيه يعني الصف الاولاني على تي اتش. التي اتش ديت مثلا هكتب جواها الايتم كاونت وتي دي تاني قدامها كاونت تي دي تاني قدامها اسمها سميناها كاونت خلاص. ده جدول فاضي ما فيهوش غير العنوانين دول. ماشي ده كده مشكله حلوه قوي. المفروض طبعا البيانات دي تتملي بناء على رؤيه الكود بتاعي. المهم احنا عايزين نخلص كل الديزاين الاول واحنا كده خلصناه مش محتاجين اكتر من كده. عايزين بقى نبدا ايه نشغل الموضوع ده. طبعا تلاحظ ان العلامه جت من على الشمال والزراير ثابت مسافتها صح. فهي طبعا طبيعي ان دي ما اتظبطتش بس كي والفاليو دي لو اتظبطت وترتبت جوه جدول هيطلع شكلها اظرف. مش عاجبني انا الموضوع ده. طب ممكن بدل الدفاية ودفايتين قبل الزراير كده اشيل ديف وسلاش ديف دي وخلي الديف دي ايه تيبل وسلاش ايه سلاش تيبل واعمل لها بوردر ايكوال زيرو عشان ما يبانش واعمل تي ار الصف الاول. الصف الاول هيبقى في الليبل بالانبوت صح. الليبل هيبقى في النهاية ولا ايه والانبوت والانبوت هيبقى في النهاية في النهاية تاني. وكذلك مع مين مع الفاليو هتبقى في تي ار تاني لوحديها صح. وبعدين تي دي الليبل وبعدين تي دي الفاليو خلاص كده كلام جميل. لو رحنا كده على الايميليتور العمليه اتنسقت بشكل مختلف تماما بقت اكثر تنسيقا. ماشي المهم عايزين دلوقتي نبدا نكتب السكريبت بتاعنا. فاقوم جاي عامل كود هنا سميته ستورج دوت جي اس سميته ستورج دوت ايه جي اس. دخلت على الاندكس وعايز استدعيه سكريبت تايب تكست على جافا سكريبت وجنبيه قمت كاتب اس ار سي. المسار بتاعك هو عباره عن مين ستورج دوت جي اس. وادي الايميليتور بتاعي كده الديزاين خلص وكل حاجه خلصت. فاضل لي مين ملف الستورج. حلو عاوز اول حاجه انا عندي زرار الاد وزرار الكلير الاثنين مش متربطين باي ايفنت اللي هو اون كليك نادي على كذا اون كليك نادي على نادي على كذا مش ضابطين الاداء احنا خالص في الحاجات دي. ممكن نعملها عادي بس ما
ممكن برضو نخلي الكود هو اللي يظبطها، الكود هو اللي يركبها. ساعات بنضطر لكده. عايز اديك الطريقه الثانيه عشان ساعات ما بنثبتش جوه الزرار، نثبت جوه الزرار اون كليك نار على كذا، ساعات ما بيبقاش الوضع كده، ما بتمشيش كده. ساعات بنضطر ان الكود ذات نفسه بيسحب وبيحط زراير، الكود ذات نفسه هو اللي بيكريت الزرار زي ما شفنا قبل كده زمان لو تفتكروا، صح؟ لما كنا بنكريت التيبل وبنضيف كده الروز وبنشغل، صح ولا ايه؟ لما كنا خدنا ساعتها اد تشايلد ومش عارف وخدنا انر اتش تي ام ال والكلام ده كله، لما كنا بنضيف جوه التيبل وكنا بنضيف الزراير وكمل ده، فممكن الزرار ذات نفسه الايفنت بتاعه يبقى متعلق على حاجه معينه. فممكن انا اقوم جاي هنا بس مش جوه ملف الجافا سكريبت، هاجي جوه ملف الاندكس بتاعي واجي هنا عشان اتعامل اقول له انا عايز اعرف متغير اسميه buttons. ماشي حلو كده، قال لي ماشي، قلت له بيساوي، قال لي هيساوي ايه؟ قلت له انا عاوزك تروح على الدوكيمنت دوت جيت elements، بس انا هنا المره دي عايز اجيب كل التاجات اللي نوعها بطن، مش اللي اسمها كذا، مش اللي الاي دي بتاعها كذا، لا عشان ممكن يكون عندي الشاشه فيها 3 4 زرار 5 زرار 20 زرار كده يعني. فانا عايز اقول له ايه؟ جبت لي الاليمنت بس مش باي اي دي، قلت له هات لي الاليمنت باي تاج نيم، اللي التاج نيم بتاعها اسمه بطن. فكده يجيب لي كل الزراير في اري اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها بطن. فانا اقول له جبت لي ايه؟ elements by tag name، قال لي اديني اسم التاج نيم، قلت له اسمه ايه؟ button. يبقى كده هيدور اوتوماتيك، يبقى كده الاري اللي اسمها buttons ديت شايله ايه؟ شايله مصفوفه فيها في كل خليه زرار من الزراير اللي نوعها button جوه الايه؟ جوه الكود بتاعي على حسب بقى. ماشي، وبعدين هقول له عايز الف عليهم كلهم، فاعمل فور ادي اي فار اي بزيرو، اي لازم تكون اقل من الباتنز دوت لينس، شوف بقى عدد الاي هلف على كل زرار، واي بلس بلس بعد ما الف على كل زرار عايز بقى امسك زرار وزرار منهم، يعني اقول له الباتنز رقم اي اول مره بزيرو يبقى كام على الزرار الاول، ثاني مره بواحد يبقى الزرار الثاني، ثالث مره باثنين يبقى الزرار الثالث والى اخره. هقول له ايه بقى؟ هقول له عايز اربط الاون كليك بتاعته، عايز اربط الاون ايه؟ الاون كليك بتاعتي الاولاني بتساوي، قال لي بتساوي ايه؟ قلت له هتساوي فانكشن هنسميها هاندل باتن بريزد، دي اسم ايه؟ اسم فانكشن اسمها هاندل باتن بريس، هتتربط مع الزرار الاول وتربط مع الزرار الثاني وتربط مع الزرار الثالث والزرار الرابع والزرار العشرين، كل الزرار الموجوده في الشاشه هتتربط بهاندل باتن ايه؟ بريس. يبقى انا لازم يكون عندي فانكشن اسمها هاندل باتن ايه؟ بريس. ممكن نحطها جوه مين؟ جوه ستورج دوت جي اس، فاقوم جاي انا اعمل فانكشن بسميها هاندل باتن بريس. مفروض احنا عاملين كده فعلا، لا ممكن ما تديلوش اي دي، انا قلت الاي دي ما قلتوش كده، انا قلت لو انت جيت بصيت كده على الكود بتاعنا قلت له هات لي اي حاجه التاج بتاعها كلمه باتن، قام جاي هنا هو دي كلمه باتن؟ هي دي كلمه باتن؟ لا هي دي كلمه باتن؟ لا طب هي دي كلمه باتن؟ لا طب هي دي كلمه باتن؟ لا مش ماشي كده، هو غايه هو ده كلمه باتن يوم جايبه لك ويحطه في اول خليه عنده، وانا ولا سال بالاي دي ولا سال بخاصيه. انا بعد كده هبدا اتعامل معاه ازاي بقى؟ عارف ان هو ده ازاي؟ اسال على الاي دي بتاعه. الوقت انا اهو خلاص، انا هنا اهو ربطت بالاون كليك، صح؟ انت عايز تقول
انا بقى هعرف هو داس على انه زرار فيهم ازاي. ما كلهم كده بينادوا على هاندل باتن بريس، كلهم بينادوا على هاندل باتن ايه بريس، انا ازاي اعرف انه واحد اللي حصل فيه بريس؟ ايوه ده طبعا لازم عشان نقدر ايه، عشان نقدر نخلي لو كان زرار الاد اعمل كذا، لو كان زرار الكلير اعمل كذا. طبعا انا اقول دلوقتي هتيجي يعني خلاص كله جاي تلاقش. طيب عايزين نعمل هاندل باتن بريس دي، اخش على الستورج دوت جي اس. هاندل باتن بريس فيها غلطه، احنا ما فتحناش ليه القوسين دول الاول صح، وبتستقبل اي برضو. الاي دي بتشيل خصائص تخص اللي نادى على الفانكشن خلاص. الاي دي بتشيل معلومات عن الشيء اللي نال على الاوبجكت اللي نال على الفانكشن اللي هو الزرار، اللي هو مين الزرار. فانا ممكن استخدم جمله سويتش بدل جمله اف، سويتش على الاي دوت حاجه اسمها تارجت، حاجه اسمها تارجت دوت اي دي، والاي دوت تارجت دوت اي دي بتريترن ليا الاي دي بتاع الاوبجكت اللي نادى عليا، الاي دي بتاع الاوبجكت اللي نادى ايه عليا. فانا اقدر اقول له بقى والله لو كان الاي دي بتاعك كلمه كي اعمل كذا، اما لو كان الاي دي بتاعك كلمه فاليو اعمل كذا. وبناء على كده اقدر ايه، اقدر اخصص لكل واحد فيهم هو هيعمل ايه. فممكن يا ابني ما احنا سميناهم ايه صحيح تحت، احنا بصينا على كيو فاليو الانبوتس، لكن الباتنز اد وكلير، واحد اسمه اد وواحد اسمه ايه كلير. قلت له ماشي دي سويتش، كيس ان هو شايل كلمه اد، يعني لو كان الاي دي شايل كلمه اد هتعمل ايه؟ قلت له بقى هعمل الكلام اللي هنا بقى اللي هو ايه، قلت له ربنا يسهل بقى وبريك. طبعا الكلام ده المفروض قالب ببرمجه خلاص. كيس ان انه كان كلير هتعمل كذا، خلاص وخلاص. يعني كل اللي عملناه الوقت ان لو كان الاي دي اد هنعمل ايه، لو كان الاي دي كلير هتعمل ايه. قلت له لو كان اد هتعمل ايه يا عمي؟ قلت له كل اللي انا عايزك تعمله ان انا هعرف متغير اسميه كي، وده هيجيب من دوكيمنت دوت جيت element by id، وكان ال id اسمه ايه؟ كان اسمه key صح ولا ايه؟ و كمان واحد بس اسميه ايه؟ value، وكان ال id بتاع الشاشة اسمه ايه؟ اسمه value. وبعدين هقول له لوكال ستورج اخيرا خلاص دوت سيت ايتم، قمت باعت له الكي كوما والفاليو. فيها كده مشكله دي لو كان ايه؟ لو كان اد، ده لو كان اد. طب لو كان كلير هتعمل ايه؟ قلت له ولا حاجه، سهله خالص الكلير دي، لوكال ستورج دوت كليرز وخلاص وبريك. نعم لا هنا 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 تكست اهو، انا عامله بين سنجل كوت مش هيعمل معايا مشكله، مش هتقري هتكست مش اسم امر.
خلاص. بعدين بعد ما هندل الزرار، بعد ما ادوس على الزرار واسجل اضيف او احذف، انادي على فانكشن اسمها ديسبلاي داتا، اللي هو بقى عرض الايه البيانات، بحيث لو كان هو ضاف فالبيانات ايه بتعرض، لو كان حذف برضو الحذف يبان ان هو ايه اتحذف، صح كده؟ تمام. دي الفانكشن الاولى. عايزين بقى نعمل الفانكشن اللي اسمها ديسبلاي ايه، ديسبلاي داتا، فانكشن ديسبلاي داتا، وادي بدايتها وادي نهايتها. هنعمل ايه في الفانكشن دي يا عم فاضل؟ انت معايا؟ بص على الشاشه عندك شغاله. طيب هعمل ايه في الفانكشن بتاعت الديسبلاي داتا؟ هعرف متغير تيبل، وده بيساوي دوكيمنت دوت جيت element by id، كان اسمه ايه؟ حد فاكر؟ كان اسمه داتا، صح؟ اهو في ملف الاندكس اتش ام ال، كان التيبل اللي احنا هنعرض فيه البيانات، او التيبل كنا مسمين له اي دي بتاعه اسمه ايه؟ داتا. حلو، ده المتغير بتاعنا. التيبل ده دوت انر اتش تي ام ال، اتش تي ام ال الداخليه ليه مبدئيا كده فضها لي عشان الشارع نضيف، عشان لو كان في اي بيانات ما يدخلش بيانات في بعضيها، ما يزودش على اللي موجود، انا عايز اتاكد ان هو ده اللي موجود. ماشي. كل دي هنت بروبلم. طب ماشي، اقفل. بعد كده هبدا احط جواه البيانات بتاعتي. اولا هعرف اعمل متغير اسمه item count، اللي هو عداد العناصر الموجوده جوه الاستورج، وده هخليه يروح على اللوكال ستورج دوت ايه دوت لينس، صح كده ولا ايه؟ طيب وكان عندي في الشاشه الاسبانه اللي كان اسمها كاونت، صح؟ عايز احطه بدل زيرو بقى احطه جواها الايه؟ الكاونت. فاقول له دوكيمنت دوت مثلا جيت اليمنت باي اي دي، واقول له اي دي بتاعها اسمه ايه؟ كان اسمه كاونت، خلاص. دوت انر اتش تي ام ال، يعني الاتش ام ال الداخلي بيساوي مين؟ المتغير اللي اسمه ايتم ايه؟ ايتم كاونت. حلو. بس بعد كده عايز اعمل لوب عشان اضيف رو واحطه بقى جوه الجدول، واضيف رو واحطه جوه الجدول بحيث الجدول يبدا يتملي بالبيانات. فقلت له ماشي، اعمل لوب واسميه var i equal 0 و i اصغر من الايتم، المفروض items count، ماشي item count زي ما احنا سميناه وخلاص، و i بلس بلس مع كل لفه تزيد بواحد، وادي بدايتي كفور وادي نهايتي كفور. وجوه اللوب هتعمل ايه يا عمي؟ عايز اجيب الكي والفاليو وارصهم جوه الجدول، فعرف فاريبل اسميه كي، وده هيجي ازاي؟ هقول له خش على لوكال ستورج، صح؟ دوت كي، صح ولا ايه؟ كي رقم كام؟ رقم اي، ولا نسيته؟ هو نفس الكلام اللي احنا بنعمله من شويه، كي رقم اي. فكده هيجيب لي اول كي تسجل عندي، اول كي تسجل ايه؟ عندي، عشان اجيب القيمه بتاعته اللي هي الفاليو بتاعته. فبقول له لوكال ستورج، بس عايز اجيب الفاليو، عايز اجيب مين؟ الفاليو. فممكن اقول لوكال ستورج وعايز اجيب القيمه بتاعته نوت، فاقوم كاتب هنا مين؟ الكي. فحسب بقى الكي اللي جه بقى، حسب الكي اللي ايه؟
اللي جه احط الفاليو بتاعته هنا ماشي. وبعدين اضيف بقى الكلام ده في الجدول اقول له عارف عم اسمه تيبل اللي عارفه قلت له انر HTML HTML الداخلي زائد بيساوي زود لي عليه بقى عشان يزود بقى التي ار والكلام ده كله قلت له تي ار وجوه التي ار اعمل لي تي دي او تي اتش الاول عشان ده كي هيبقى تي اتش وبعد كلمه تي اتش اقفل حط لي بقى مين حط لي الكي صح كده حط لي مين حط لي الكي وبعد ما يحط الكي عايز بقى احط نقطه كولون واقفل سلاش ايه تي اتش صح وانا في سلاش تي اتش عايز اعمل تي دي بقى تي دي ثانيه التي ديت قبل ما اقول هيحط حط فيها الفاليو وبعد ما احط الفاليو اقفل سلاش تي دي وما انساش اقفل سلاش تي ار وبعد كده خلصت مين خلصت الرودة كلام جميل جدا جدا طبعا المفروض ممكن اكون عايز اول ما يقوم كده يعرض لي البيانات لو كان في بيانات ممكن اكون عايز اول ما يقوم يبقى يعرض لي مثلا لو كان في ايه لو كان في بيانات لو عايز كده يبقى لازم في الاندكس بتاعتي في كود الجافا هنا لما كنا بنلف على الزراير قبل ما نلف على الزراير اقول له ديسبلاي ديسبلاي لايه الداتا في الاول بدر كده بحيث لو كان في بيانات قديمه يحصل لها ايه اتشاف تتشاف على طول لو دخلنا كده على الايميليت مفيش اي ايه اي بيانات النيم علي ضيف ايه رايكم حلوه تعالى كليرها بقى عارفين ليه علشان احنا لما فصلنا ملف الجافا سكريبت ده كان مفترض ان الفانكشنز دي تبقى بيور يعني ما نناديش فيها على اي كنترولز ما نناديش فيها على اي ايه كنترولز تبقى هي مجرد فانكشنز بتاخد بارامتر وبترجع لك قيم وبس انك مالكش دعوه تتعامل مع الشاشه لو كانت تتعامل مع الشاشه كنا اضطر اكتب الكود بتاع الجافا سكريبت تحت الايه في الشاشه عشان يبقى شايف الايه يبقى شايف العناصر اللي في الشاشه يبقى شايف العناصر في عشان كده هو ضارب يعني مفترض ان الملفات دي ما تنفعش ان هي تشتغل هنا ليه لان انا بتعامل مع ايه مع عناصر على الشاشه يعني جيت اليمنت باي اي دي جيت اليمنت فلازم يكون الحاجات دي على الشاشه فاخد الفانكشنز دي معلش واحطها هنا عندي في الاندكس ده عشان الفانكشنز دي للاسف بتتعامل مع الشاشه مش سكريبت فيور بياخد بيانات وبيرجع بيانات ده بيتعامل مع العناصر اللي على الشاشه بيتعامل مع العناصر اللي على مين اللي على الشاشه يعني لو عندك لو الديسبلاي داتا دي هي ما بتناديش غير على الداتا والكاونت ودي مشكله برضه دي كتير ما ينفعش تعال نجرب كده النيم دوسنا اد نعم ايوه مش شغلتش برضه سبحان الله يا بس هنشيل السورس بتاع الاس ار سي بتاع الفايل بالنسبه لي طلعت اهي الزرار ما اشتغلش ماشي
بلاش تنزل على الديسبلاي، ممكن تكون الديسبلاي بتضرب عشان ما فيش لسه بيانات اول مره صح. بلاش تنزل على الديسبلاي، خلي الديسبلاي تنزل بعد الاضافه او بعد الحذف وليكن. الزراير ما اتربطتش يعني، كل ده كود تربيط الحاجات دي بالزرار دي ما اشتغلتش صح كده. احنا كده حاولنا نكتشف ان هو ما ربطش فعلا الهاندل باتن بريس. طيب هل ممكن نقول له كده اعمل لي اليرت مثلا بالباتنز دوت لينكس، يعني بعدد العناصر اللي موجوده جوه الفاريبل اسمه الباتن اللي هو المفروض اثنين صح، وان هو زرارين. هنشوف كده عارفهم ولا ما عارفهمش اصلا. جاب لي زيرو، جاب لي زيرو. نعم عارفين ليه جاب لي زيرو؟ مش عارفين طبعا، عشان الكود ده قبل ما العناصر تتحط على الشاشه. عارفين حاجه؟ فيكون بيمر على الشاشه ما بيلاقيش، فاحنا نضطر ناخد من السكريبت سلاش سكريبت كده ونحطه تحت بعد الشاشه، بعد البادي حتى، عشان يبقى الزرار اتحط فيقدر يجتها. هو جاب لي فعلا كام؟ اثنين، ده اول حاجة يعني. قال لي كليك ده اهو صح؟ والكورة تشتغل. هو اه صحيح ضرب هنا وضرب وضرب هنا صح؟ ده هنا فين؟ ايه؟ مين بيكلم؟ قول ايه؟ اكيد دي فيها غلطة. تعال نبص على الغلطة اللي هنا دي، كانت موجودة في الديسبلاي داتا صح؟ ازاي جابها كده؟ ازاي كده؟ جداش باستمرار. المفروض هنا اقول له سو دوت جيت، معناها هي ايه؟ جيت ايتم وابعت له الكي. اصلا كلمه المتغير اللي اسمه كي ده برضه ممكن نقول عملنا مشكله، بالتالي كان عمل مشكله كده صح؟ خليها كي وكي وفي بس. يبعت له مثلا الكي بس. وانا نعرض الكي وانا نعرض مين؟ الفي. وانا لما نيجي نخزن بلاش نخزن الكي، نخليها كي برضو وايه؟ كي وفي، نسبتهم جوه بالكي وبالايه؟ وبالفي، وغيرنا كي كي اي دي وفال صح؟ تحت. برضو
كان اسمها ايه الملف؟ index storage. كان في حاجة متسجلة هنا. حجم السجلة غلط فعلا كده اتشالت خالص صح؟ الات مش مظبوطه بقى يا شباب. لا 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 مش مظبوطه الات فيها غلطه. الات دي مش شغاله صح. في حاجه فيها مش مظبوطه نهائيا. في اي دي وفان. input key id وفال. بس هو فعليا ما بيجيبش ال المفروض صح. احنا نسينا ان احنا عايزين نجيب الفاليو. هو بيجيب الكنترول ذات نفسه. المفروض احنا عايزين الفاليو بتاعت الكنترول ده. وهنا برضه هقول له هات لي مين دوت فاليو بتاعت الكنترول ده. لو عملنا كده على ايميليت قلت له ضيف اري تيست تيست. طبعا ده قديم. ممكن نروح على الاندكس ستورج كانت بتمسح او كلير. هنا المفروض تمسح على فكره. تيست وتيست اهم نيم علي اد نيم علي نيم كريم غير بقى كريم وكده. شالت معانا ايه؟ شالت معانا صح. قبل خمسة يعني كلير. ممكن بقى اقول له بقى النيم علي السيتي جيزه الفون كذا وادي ثلاث ايتمز وادي الايتمز اللي موجوده عندي في الاستورج اللي موجوده عندي. خلاص كده؟ يعني التعديلات اللي عدلناها في الاخر ما عدلناش حاجه غير المسميات. كنا شاكين في المسميات. يعني اشرحه الاول ولا بس اخلي الكود يتشاف بس على الفيديو؟ يتشاف على الفيديو بس عشان النقيله. تمام. ده كان مثال على الايه على اللوكال ستورج.